ناصر باعه لياسر الشواربي، مظبوط؟ مظبوط، محدش كان يعرف أسرار الصفقة دي غير أنا وناصر ونعيم. أنت وناصر ونعيم. طب تفتكر إيه اللي يخلي ناصر يبيع نعيم بعد 10 سنين دي كلها؟ ناصر كان شايفني باخد مكانه في الشركة. قصدك كان عاوز يكسب ياسر عشان يشتغل عنده، مش كده؟ يمكن. طب إيه رأيك بقى إن ياسر نفى الكلام ده كله؟ من حقه ينفي. تفتكر إن ممكن ناصر يحاول يقتل نعيم فعلا لمجرد إن هو فصله من الشركة؟ ويمكن يكون في سبب تاني. زي ايه؟ انت سامعني؟ زي ايه مثلا؟ زي الخيانة مثلا. انا اللي اعرفه ان ناصر هو اللي خان نعيم مش العكس. ناصر خان نعيم في الشغل، لكن ما كانش يعرف ان نعيم بيخونه بره الشغل. بره الشغل؟ لا، بالراحة كده بقى وفهمني ايه الموضوع. أنا ما كنتش عايز أتكلم وأخوض في أعراض، بس في نفس الوقت أنا مش هقدر أكتم شهادتي وأشيل ذنبها قدام ربنا سبحانه وتعالى. مدام ميمي، أنا آسفة جدا، أنا مش هقدر آخد مأساة رانيا الشواربي. إشمعنى؟ لأسباب شخصية. يعني إيه أسباب شخصية؟ الشغل ما فيهوش أسباب شخصية. حضرتك دي عايزاني انزل تحت عند رجلها عشان اخد طول الفستان. طب وايه المشكله يعني؟ ما انت بتعملي كده مع كل الزباين. ايوه ماشي مع كل الزباين، لكن مش مع رانيا الشواربي. هنفضل نتكلم كده كتير ونسيبها جوه لوحدها؟ عن اذنك. رايحه فين؟ انا تعبانه جدا ومش هقدر اكمل شغل النهارده. ما تقلقش يا متر، مش غير الاقوال اللي انا قلتها في محضر الشرطه. تمام زي ما اتفقنا، بس وارد ان يكون في اسئله جديده ممكن تتفاجئ بيها. زي ايه يعني؟ عيسى الفقي قال في تحقيقات الشرطه ان شافك في مكتبك مع نسمه مرات ناصر في وضع كده، وان كان في حوار بينك وبينها، بيقول ان في علاقه مش مظبوطه. الكلام ده حصل فعلا؟ نعيم، ما ينفعش ان انت تخبي عليا، أنا المحامي بتاعك، لازم أعرف الحقيقة، لازم أعرف عشان أقدر أتصرف، أقدر أفهمك إزاي ترد على وكيل النيابة لما يوجه لك سؤال زي ده. أيوه حصل، بس أنا مش واثق إن عيسى ممكن يكون شافنا. يبقى تنفي علاقتك بنسمة خالص. العلاقة دي لو أثبتها البوليس هتبقى كارثة، هتاخد القضية مننا في حتة تانية خالص. الكلب ده رايح يفتر عليا؟ طب والله لا دفعوا الثمن غالي. كفايه اللي احنا فيه، احنا مش ناقصين قضيه تانيه. نعيم، عيسى لو حصل له اي حاجه هيتهموك انت بعد شهادته ضدك. رحت لساره القتيلين وهنتيها قدام ميمي؟ هي اللي فهمتك كده؟ لا، ساره خبت عني، خافت حاجه زي دي تخليني ما ارجعلكمش. انا عرفت بالصدفه من ابويا. لا يا عيسى، مش ده اللي حصل. انا بالصدفه كنت عند ميمي في الاتيليه بظبط الفساتين بتاعتي، ما كنتش اقصد خالص ان انا اهين ساره. وبعدين هي اللي رفضت انها تظبط لي الفساتين، ما حبتش انها توطي قدامي. انا كمان ما احبهاش توطي ولا قدامك ولا قدام غيرك، لأن كرامتها من كرامتي. بس ده شغلها. شغلها مع أي حد غيرك، وأنت فاهمة ليه؟ أنا ما عملتش حاجة تضايقها أو تضايقك يا عيسى. يا رب تكون هي فاهمة كده، لأن من ساعتها ما راحتش الشغل. خلاص، هكلم ميمي عشان ترجع. لا معلش، بلاش أنت بالذات تتوسطي لها. عن إذنك. عيسى، حاجة زي كده يعني ما تخليكش ترفض إنك ترجع الشغل تاني. أنا استلمت شغل تاني فعلا، في أوتيل في سفاجة، ومسافر آخر الأسبوع. عن إذنك. رايح الشركة إمتى؟ يعني كمان ساعة كده.
البس بس احس عليك على طول. تمام، ساعة بحالها. يا حبيبتي مش عايز حد يشك فينا في الشركة. مش معقول نبقى أنا وأنتي مش موجودين طول النهار ونوصل كده فجأة مع بعض. يبقى بلاش نتقابل تاني بالنهار. حبيبتي يارا بتبقى موجودة بالليل. وحتى لو نايمة بنبقى خايفين إنها تصحى فجأة. خلاص، يبقى نشوف شقة تانية. مش أنا قلت كده من الأول قلتيلي بلاش عشان يارا؟ يظهر مفيش حل تاني. خلاص، من النهاردة هدور على شقة في حتة تانية وتكون بعيدة شوية عن هنا. لا، خليها قريبة عشان خاطر يارا. تعرف إن إحنا مالناش غيرها. حبيبتي أنا آسف بجد. آسف إن إحنا مش هنقدر نخلف دلوقتي عشان. عشان متجوزين في السر. ومش عارفة هنفضل كده لحد إمتى. مالك يا سو؟ في حاجة أنا معرفهاش. سامح راح لوليد وفسخ الخطوبة من طرف واحد. وقال له حاجة؟ لا. بس بابا وليد من ساعتها وهم شاكين فيا أكتر من الأول. هكلمك لما أوصل. طيب، خلي بالك من نفسك. وأنت كمان. وليد؟ بتعمل إيه هنا؟ رد عليا، بتعمل إيه؟ وليد، 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 اتكلم معانا من فضلك. خليك يا حبيبي على جنب عشان دورك لسه جاي. وليد احنا متجوزين. وده عقد جوازنا. عقد مظبوط زي ما انت شايف وماضي عليه 2 شهود. يا حيوان، متجوزها على عرفي وبتقول لك 2 شهود؟ ما انا طلبتها منكم رسمي وانتوا اللي رفضتوني. طب تتجوزها من ورانا؟ يا وليد بلاش، ليه يا وليد؟ وليد لا، انا مش حسيبه. وليد تعالي قدامي، قدامي. استاذ شريف، انت كويس؟ ما حبيتش اتاخر على حضرتك اكتر من كده. يعني افهم من كده الاجازه اللي اديتيها لنفسك خلصت خلاص؟ مدام ميمي، حضرتك لازم تقدري ظروفي. وايه هي بقى ظروفك؟ احنا ما اتفقناش انك ترفضي تقيسي الطول لاي زبونه وتاخديها قوي كده على كرامته. ايوه بس انا ما عملتش كده مع اي زبونه. انا رفضت اقيس لرانيا الشواربي. وانا ما يهمنيش اعرف ايه اللي بينك وبينها، بس لازم تعرفي كويس انك بتاخدي مرتبك من رانيا ومن اللي زيها. طيب، اعتبريها حضرتك غلطه ومش هتتكرر تاني. يعني افهم من كده لو رانيا هنا بجد دلوقتي هتوطي وتقيسي لها الفستان؟ اتفضلي. بقيت حسيت يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا. ايوه طبعا، هديتك هتوصلك قريب قوي. اوكي، باي. مع السلامه. من ساعه ما سامح سابها وانا حاسس ان في حاجه غلط، خليت حد يراقبها لغايه ما قال انها مع الكلب ده في شقته. وطبعا المستشفى دلوقتي اكيد هتبلغ الشرطه، الشرطه هتروح هيعملوا محضر وهو اكيد هيجيب اسمك في المحضر وهتبقى قضيه يا سيدي. احنا فضيحتنا بقت اكبر بكتير قوي من القضيه اللي بتتكلم عليها دي. بنتنا راحت اتجوزت من دماغها ولا كاننا موجودين. اخر حاجه كنت ممكن اتخيلها ان تعمل حاجه زي كده من ورا ظهرنا. طبعا افتكرت الهانم ان ملهاش اهل تاخد رايهم قبل ما تتجوز ولا حتى نقطع رقبتها بعد ما اتجوزت. جايز احنا ما قدرناش نحسسها ونفهمها قد ايه احنا بنحبها وبنخاف عليها. انت عايز تقول لي بعد كل اللي عملته ده ان هي ما غلطتش؟ كلنا غلطنا. صح، كلنا غلطنا، لكن الغلط ده بقى انا اللي شلته لوحدي وهدفع ثمنه من سمعتي ومستقبلي. انا كل اللي طالبه منك دلوقتي انك تطلع المستشفى تتكلم معاه كلمتين وتطيب خاطره بدل ما تجيب اسمك في المحضر يا سيدي. بابا انا مش هروح لحد ومش هتذلل للكلب اللي هناك ده. طب اهدى بس، انا يا سيدي هقوم بالمشوار ده. يا نهار اسود، بدل ما تروح تكمل عليه هتروح تترجني وسامحني؟ انتوا هتجننوني يا جدعان. Thank you.
مسافر بكرة. عارف. قلت أجي أسلم عليكي من دلوقتي. أنا أصلي همشي بدري وخايف تكوني نايمة. ده لو نمت أصلا. صعب عاش عليا بقى. أنا ما صدقت لقيت شغل. كنت بتغيب عني يومين تلاتة يا عيسى وأبقى هتجنن عليك. مش عارفة إزاي أستحمل سفرك شهرين بحر. أنا هفضل معاكي وأنا هناك. خلي دي معاك. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. معايا النص الدين. عيسى. خالتي. عملت لك منين أبو عجوة اللي بتحبه يا ابني؟ إيه ده كله ده كتير أبدا يا خالتي. يكون منه قدام صفر يكفيك لغاية ما ترجع. ربنا ما يحرمني منك أبدا. مش عايزة أي حاجة من هناك. عايزك طيب يا حبيبي. أشوف وشكم بخير. خلي بالك من نفسك. أنا مش هنام. أشوفك الصبح قبل ما تنزل. هتوحشيني. وأنت كمان أوي. وعديني تخلي بالك من نفسك. حاضر. وأنت كمان. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. تعالي هنا. ما قلتيلوش ليه ان ميمي مشيتك من عندها؟ ما حبيتش اشيله هم فوق همه. كفايه قوي انه مسافر غصب عنه.